للتظاهرات وتحقيقها نجاحات هائلة. نحن شيوخ العشائر والشخصيات الوطنية نتضامن مع مطالب أبناءنا المتظاهرين ونقف معهم بالدعوة لتشكيل وفد مشترك بين الحكومة والمتظاهرين لفتح حوار لتلبية المطالب. أولا، هي دعوة لكل عشائر العراق من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، أن تنزل بالساحات وتساهم في الاعتصامات، ومن نزل نزل، وسنكثف جهود العشائر في إقامة المخيمات، دعم المتظاهرين لتحقيق وتلبية مطالبهم المشروعة التي هي مطالب الشعب العراقي. ومن هذا المكان دعوة للقوى السياسية أن تسرع بإنقاذ البلاد وخلاصها من الفتنة والكارثة والابتعاد عن ولاءات خارج الحدود. شهدت ساحة الصدرين في محافظة